أثابكم الله. مسلم آخر من السودان وسعيد عثمان فائز يقول: هل تعليق الصور حرام؟ وهل التماثيل الموضوعة للزينة حرام أيضا؟ نعم، يحرم تعليق الصور سواء كانت صورا مطبوعة أو مرسومة على ورق أو كانت تماثيل، وهذا أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما أراد دخول منزل عائشة رضي الله عنها رأى سترة على الجدار فيها صورة، فتغيظ وجهه صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل في هذا المكان حتى أزيل ذلك القرام ونقضت هذه الصورة. وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. فلا يجوز تعليق الصور على الجدران لما في ذلك من مضاهاة خلق الله، ولما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك. إذا كانت هذه الصور لمعظمين كالملوك والرؤساء والعلماء والناس المعظمين فإن هذا يؤول، والعباد، فإن هذا يؤول إلى عبادتهم، كما حصل هذا لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين على مجالسهم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. ولما جاءهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن هذا الشرك بهذه الصور، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين صورت صورهم ونصبت على المجالس وصارت آلهة تعبد من دون الله في المستقبل. فالواجب على المسلمين منع هذه الظاهرة السيئة، وهي تعليق الصور أو اقتناؤها في البيوت لأجل الذكريات أو لأجل التجميل أو ما يسمونه بالفن. كل هذا من المحرمات الشديدة التحريم التي يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها وأن يزيلوها من بيوتهم ودكاكينهم ومحلاتهم طاعة لله ولرسوله. نعم.